السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتعلم مع بعض طريقة عمل الزبادي. لو جينا حسبناها مع بعض هنشوف احنا بنستهلك كام علبة زبادي في اليوم. هنلاقي ان طريقة ان انتي تجيبي كيلو زبادي وتعملي زبادي في البيت دي تكلفتها بسيطة جدا وبالهنا والشفا. هنشوف الطريقة مع بعض. الطريقة مع بعض هي كيلو لبن دافي غليناه وحطيناه هنا في البولة دي. هنحط عليه علبة زبادي عادية خالص. كده احنا حطينا الزبادي على كيلو اللبن. نبتدي نقلب بالمضرب السلك عشان نتأكد ان الزبادي كلها اتجانست مع اللبن. ونكمل مع بعض. كده خلاص انا اتأكدت ان الزبادي كلها دابت في اللبن. هبتدي احطها في قلب بولات صغيرة اللي احنا هنبتدي نقدم فيها الزبادي. وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. هنا هو قدام حضراتكم بحط الزبادي في المكان اللي هقدم فيه، في الطبق اللي هقدم فيه. كده ابقى انا خلصت. هم عبارة عن 6 اطباق زبادي وفي كمان متبقي في قلب. وفي كمان جزء برضو متبقي من الزبادي. اهم شيء بقى علشان نحط الزبادي وتستوي وتبقى معانا زبادي عادية زي اللي بنشتريها من برة، هو ان احنا ندفي الفرن، نولعه شوية حوالي 2 او 3 دقايق وبعدين نطفيه. كده الفرن بيبقى دافي وبعدين بندخل زي ما هي كده الصينية زي ما هي وبنسيبها من حوالي 4 5 ساعات لغاية لما نلاقي ان اللبن ده اتحول بقى زبادي. وهنشوف مع بعض النتيجة النهائية. دي شكل الزبادي بعد ما اتعملت.